عزيزي المشاهد، وكم في المقهى من عجائب وطرائف وغرائب. وفي أحد المقاهي في الزمالك نلتقي بطارق، ولطارق حكاية طريفة مع الباز وشاهين. والباز وشاهين نوعين من الصقور، وإذا كان لطارق حكاية طريفة مع الصقور، فللصقور حكايات وحكايات تمتد في المكان وفي التاريخ وفي الزمان. في المكان عبر الصحراء، وفي التاريخ تمتزج بالزهو العربي، وفي الزمان منذ كان الإنسان. طارق، حكايتك ايه مع السهور؟ هي مش حكاية، هي هواية. يعني هواية من زمان انا كنت بهوى السهور، يعني بجيبها صغيرة وغوي صيد. اصلا بتصيد ايه؟ بصيد صقور اصلا. بتصيدهم يعني منين؟ احنا بنطلع، ده بيهاجر مع السمان في الفتره اللي بتهاجر فيها السمان، شهر 10. اللي هو بيهرب من البرد من اوروبا، من المناطق الجليديه بيهرب منها. وكنت انا ايام الجامعه، بعد ما اخلص الجامعه وكده، بعد الدراسه يعني، نطلع رحله صيد. ممكن نقعد سنه ما نجيبش صقر. ويبقى اللي يجيب صقر يبقى حظه حلو قوي، يعني لان صقر ده بيبقى مشكله عشان يجيب، لانه بيصطادوه يعني بطريقه خاصه، مش بيتضرب بجناح ولا حاجه. ازاي بتصطاد؟ بنجيب طير زي مثلا حمامه او حوام. ايه الحوام؟ طير يشبه النسر. نسر؟ يشبه النسر او الحدايه. ضخم جدا، وبنربطه في رجله وتحتيه شبكه. تربطه في رجل مين؟ بربطه في رجله، هو بربط النسر ذات نفسه او الحوام في رجله وتحتيه شبك. الصقر بيشوف على فكره على بعد 7 كيلو. فاول ما الصقر يشوفها يبتدي ينزل، هو قوته في مخالبه مش في بقه، يبتدي عايز ينتشها برجله، فرجليه تتلعبك في ايه؟ في الغزل اللي هو المحطوط تحت الشبك. فنروح جايين عليه كده، نروح رابطينه ونغمي عينيه، لان لو فضلت عينيه مفتحه لازم يطق يموت. ليه؟ يزعل خلاص، يطق حر، صقر اصلا حر. فابتدي بقى نروده، يعني ابتدي اروده بطريقه مباشره وهو عينيه متغمضه مقفوله تمام، بخيط له عينيه. اخيط له عينيه، ما احطلوش برقع في الاول، لازم يتخيط له عينيه هنا غرزه غرزه. الجفن اللي بره يتغمض عينيه. خيط له عينيه ازاي؟ بقى اروح مثلا ايه جاي، عشان هو دلوقتي تعبان هايج، المفروض دلوقتي ما اروح جاي، اروح جايب له الجفن ده، اروح قافله. اقفله له واجيب له، اروح معدي منه فتله بابره. فتله وابره؟ فتله رفيعه وابره. وابتدي اخده واكله، اكله كويس. ياكل ايه؟ لا ده بياكل حاجات صعبه يعني. باكل كبده حمام، كبده فراخ، ممكن حماميه طبعا يفترسها. هو اصلا للصيد ده، بيمسك ينزل على الفريسه زي مثلا نوع من انواع الحباري بيصطادها، اللي هي تشبه للفراخ، ارانب بري، الغزلان، بس ما بيقدرش يشيل غزاله، بس بيقدر ان هو يمسكها يكتفها من مقتل، يعني من حته من رقبتها. فانا بعلمه بطريق مباشر، يعني ابتدي ادي له اكل وهو مغمض عينيه ياكل، اندهله، اسميه اسم اندهله. لو لفت نظره وانا بندهله وبطل اكل، استجاب ليا، ابتدى يستجيب ليا ان انا ايه، ممكن نتعلم. شويه بشويه ابتدي اروح مفتح له عينيه. اول ما فتحت له عينيه انا وحظي بقى، ما يطير لا يعرف. فلو طار بيبقى تعاسه، بيبقى تعيس جدا. ممكن يطير؟ طبعا ممكن يطير وما يجينيش، يبقى ما يحبكش اكيد يعني. ده نوع من انواع الصقور اللي هو اسمه البازي. لان الصقور اصلا كذا نوع. ده شاهين. ده شاهين. ده شاهين. وشاهين احسن ولا الباز احسن؟ والله هو ارض انواع الصقور اللي البازي احلى. إيه؟ ده شاهين. ده شاهين. ده شاهين. في نوع بقى الحر، اللي هو يعتبر على وشك للقراد، لونه سماوي، ريشه لونه سماوي، حجمه بيبقى قد ده مرتين، وعينيه مايله للخضران كده. كان عندي واحد سمات، واحد شد ريشه، فده لو ريشه وقعت منه يطق برضه يموت، يزعل على نفسه طبعا. لو انت شديت ريشه طبعا لازم يموت على طول، يحزن. عنده كبرياء؟ كبرياء صقر. صقر كميه الحريه يعني. ده اتخلق عشان يطير. يعني احنا لو قلنا مثلا الاسد ملك الغابه، نقول ان الصقر ملك الطيور؟ انا في رايي الصقر ملك الغابه مش طيور كمان. يا سلام والله. لانه بيقدر يعني، ممكن الصقر اللي هو جعان قوي ممكن يعور اسد. بيمسك غزاله سرعتها رهيبه، شوف على البعد 7 كيلو.
وبعدين الصقور بتختلف انواعها واحجامها واثمانها يعني في صقر وصل للسعوديه نص مليون ريال سعودي. الصقور دي بالذات نص مليون لما بيكون متدرب، بس هم ما بيدربوه بطريقه. اتدرب على ايه؟ ما بيدرب يبتدي بقى ايه مثلا، انا خلاص خد اوكي اوريدي خد عليا خلاص كويس، ابتدي اروح ايه بقى مطيره، اروح صحراء مثلا صيد اصطاد بط مثلا، اروح مطيره يجيب الفريسه ويجيني، لاني انا قلت لحضرتك في الاول قوته في ما خلبه مش في بطنه. يجيب انت البط يجيبها لي من غير ما ياكلها، من غير ما ياكلها حتى لو جعان. ده دليل على انه بيحبك يعني. طبعا وانت ما هو انا لو هو ما حبنيش عمره ما يقعد عندي، لازم يطير. في نوع بقى لازم يتحط له ببقه عباره عن حديده حوالي 10 سم تحط بالعرض وتتربط من ورا علشان يجيب الفريسه وما ياكلهاش، ده اسمه العاشق. العاشق هو في في شاهين، أيوة. في البازي، في العاشق، في الوقري، في الباشق. الباشق الباشق والوقري والوقري وطبعا في الحر، اللي هو الحر ده اللي هو على يعني على ما اعرف يعني ان هو موجود منه حالي 3 4 في السعوديه عند بعض الامراء فقط. لا طب الصقر هو يعني ملامحه بتشوفها شكلها ايه؟ لا شرس عدواني. هو الصقر مش عدواني. مش عدواني الصقر، لو عدواني كان عورني كان هاج علينا. طب ما هو عور المدام. لا هو ما عورهاش. عورك ازاي الصقر؟ جيت اسيها اتاريها هو ما بيشربش فسايب عليا، قلت مش معقوله المده دي ما اشربش، كان عندي في البيت البلكونه. فجيت اسيه راح عامل لي كده بضوافره وعورني الناحيه دي كده مره واحده، فبقيت قاعد ما خفت. لا هو ما بيشربش يا ترى؟ لا هو المفروض ما بيشربش. الصقر ما بيشربش، الصقر بيشرب دم الفريسه اصلا. يعني الصقر ده حضرتك انا بحطه عندي مثلا في المحل، انا ما ببيعوش مهما جالك فيه من دم. مهما جالي. طب جالك كام فيه؟ والله ما بديش لحد فرصه انه يعني ايه يقول لي مش للبيع. يعني حتى لو طلع لي فيه كام مش ممكن ابيعه، مستحيل يعني. ايه بيمثل لك ايه يعني الصقر؟ ده ابني. يا سلام. اقل تشبيه لي، لاني حاسس ان انا ايه يعني قدرت اروض حاجه صعب ترويضها يعني. وبعدين يعني ايه دي رياضه الملوك والامراء. عشان بيصطادوا بيه انا ما بصطادش بيه، بس انا مخليه تحفه. يعني تحفه عندي، حته تحفه عندي. اولا اما بيجي ياكل بينده. اما يجي ياكل؟ ياكل ينده، يصور زي ما بيصور دلوقتي. لما بتيجي حمامه مثلا طايره من قدامه ولا حاجه ما ياكلهاش. ما ياكلهاش يعني، لازم اديله امر اوردر. تقول له ايه؟ كل يفهم. اقول له انهض ينهض وروح واكلها. اتكلم لغه عربيه. يعني مش عدواني اصلا. بالعكس ده من احلى انواع، بس اللي يحبها يعني. لان هي ايه؟ انا مش عمري ما هشتريه وما اشتريتوش. انا ابتديت اصطاده. وما كنتش اعرف ده ايه. اصطادته، قريت عنه كتير. اولا يعني طير بيشوف على بعد 7 كيلو. فريسه يشوفها من على بعد 7 كيلو، وبيبني عيشه على اعلى قمم في الجبل عشان مش حد يطولها. عشان مش حد يطولها، ومش زي الحمام يعني يعلم ولاده الطيران، لا هو يبتدي الاب اول ما يبيض، اول ما تبيض الانثى الاب يسيبها ويجري. لازم يسيبها، هي تطرده عشان ما ياكلهمش. هي تفضل محملين عليهم لغايه لما خلاص يشد حيلهم تبتدي تسيبهم ما ترعاهمش، هم يبتدوا يطيروا. ما فيش صقر ما يتعلمش الطيران، كله بيطير، لانه اول ما نموه بيكبر وريشه بيكبر يبتدي فلاين دي للحريه. فالنوع ده متوسط عمر الصقر كام سنه؟ متوسط عمره والله يعني اوفر 25 سنه. ده يعني ده اقصى حاجه. اقصى حاجه 25 سنه. 25 سنه. وانا يعني ده اللي اعرفه. ده اللي انا اعرفه ان هو 25 سنه. وعندي يعني في واحد في السعوديه عنده واحد هو ضرب الرقم القياسي 27 سنه، بس هو اصلا صقر. ابوه شاهين والام البازي. هو البازي عمره اطول، انما الشاهين بيبقى 25 سنه. طيب عمرك ما ربيت صقر انثى؟ ربيت عندي البازي في البيت انثى. طب في فرق بين طبعا في فرق كبير. اولا الانثى اغبى منها ما فيش يا راجل والله. دليل ايه عورتني؟ الصقر بس دليل ايه عورتني؟ يعني اول ما جيت جنبها ده مش ده، ده اللي عورها الانثى. ليه الانثى؟
حطينا في البلكونه. قلت لي غبيه. يا غبيه يعني انا جه البرنامج صار قبل كده برنامج ممكن لو رميت لها 100 حمامه تاكلهم. كلهم تاكلهم. من غير ما تقول لها الامر. لا ما الامر ده اوريدي لازم اديها امر، انما هي غبيه مع الفريسه نفسها، يعني انا مثلا لو اديتها امر تطلع تجيب حمامه مش هتنزلها لي، هتاكلها. يعني علمتها ان عينيها تتفتح. فتحت عينيها، علمتها ان انا اندهلها تجيني، علمتها ان انا اراودها تنزل معايا تيجي على كتفي، اوريدي خلاص. انما كدب لي فريسه حيه صعبه دلوقتي، لان الانثى اصلا ما بتتعلمش، عشان كده الانثى تمنها ارخص من الذكر. الانثى لانها اصلا ايه؟ هي تجيب لي لما تشبع. تحب نفسها. جدا. جدا. مين اكتر شراسه يعني الذكر ولا الانثى؟ الانثى. 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 والا لو وضع بيض كمان، لو حاطه بيض لا يمكن حد يقرب لها. طب في سباق الصقور؟ لا 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 ما حصلش. هو في سباق مش للصقور ل يعني ايه؟ يجيبوا مين اللي يجيب فريسه اكتر؟ مين اللي يجيب فريسه اكتر؟ بس انما بس يعني مثلا بيجوا القمر ينزلوا مثلا ايه؟ يطلعوا في الرحلات بره. كل واحد ماسك اثنين ثلاثه في عربيات جيب لاند روفر. ويبتدوا يصطادوا بيهم. نشوف مين اللي يجيب انتاج اكتر. طبعا الحر هو اللي يجيب انتاج اكتر. طب دي مش رياضه مكلفه يعني؟ مكلفه. ما رياضه الملوك والامراء. هو هقول لحضرتك هي مش غاليه لسبب. في انواع احنا ما دقناهاش زي الحباري. حباري. طبعا ما ياكلهاش غير الامراء والملوك في السعوديه. احنا عمرنا ما اكلناها، احنا بناكل فراخ وحمام. وده طائر طعمه حلو ده؟ ده اطعم. دقته؟ ادقته. طول ما انا مربي صقره لازم ادقه. تدوق الحباري طبعا. نوع من انواع الصقور. حباري. طب انت عندك ولاد؟ عندي. ولد وبنت. وقد كده بتحب الصقر زي ابنك ايه؟ واولادي بيحبوهم قوي كمان. والله بعيد يابا يخرجوا من بعيد. تيتي واسلام بيقفوا من بعيد يخرجوا. انت بتحبيه؟ من بعيد بس. لان لما باجي جنبه بيعورني. تربيه في البيت؟ حطها على مرجحة الاولاد كبيرة حطها من فوق. والولاد ما بيخافوش؟ من بعيد يتفرجوا. ومربيه بقى بغبغانات هما دول اللي يقدروا جنبهم ويحبوهم يعني. ابتدي اغمي له عينيه زي ما قلت لحضرتك. وابتدي اندهله اسميه. اسميه صقر مثلا. ده اسمه صقر. ابتدي اكله وهو مغمض عينيه كويس قوي. بعد كده وهو بياكل ابتدي اندهله صقر. لو لفت نظره بعد عن الفريسه اوريدي كده خلاص. هو هتاخد اسبوع اسبوعين تدريب مش اكتر ده على فكره. لانه ذكي قوي. المشكله كلها ان ايه لو ما استجابليش ملوش طريقه تانية غير كده ابتدى افتح عينيه بقى خلاص يشوف الدنيا هو المفروض الصقر ما يشوفش الناس دي كلها عايش على الحريه وفوق بعيد عن العالم ده خالص فابتدى اعوده بقى اخده اعرفه على الناس يعني اول ما ينزل يبقى متضايق زي كده بعد كده هديه كويس قوي 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 واول ما خلاص ليه عندي بقى هديه طبعا ان انا اديله غدوه تمام تمام حاجه صاحيه تغذيه طالما انا فتحت عينيه وهو مغمض عينيه وابتدى ياكل ولفت نظره وانا خلاص بطل امتنع عن الاكل لمده يوم اما اندهله ايه ده انا مش طايق هو فاكر نفسه ان هو في حجر يعني لانه مش رابطه اما انا اغمي عينيه دلوقتي وقفه يقف مش شايف حاجه يبتدي ادربه بقى ارمي له حمامايه وهو عينيه مفتحه انهض يجيبها ما ياكلهاش ياكلها اول مره اروح مغمي عينيه تغميه عينيه دي بتعذبه اغمي عينيه وابتدي امنع عنه الاكل يومين لغايه لما ينهض يجيبها ويجي
خلاص كده خد عليا، ابتدي بقى اطيره. اول ما يطير ابتدي يجيب لي الحاجات بقى. يعني حضرتك مش اي حد يعرف يمسكه المسكه دي، لازم يعوره. طب انت بتسيبه في البيت؟ طبعا. تسيبه كده في اوضه؟ لازم بس ابقى انا وهو بس. انا وهو بس، دي بحس اندهل وعايز يقف على ايدي، يقف على كتفي. اكله وهو طاير، لان اصل ده لو قعد محبوس مربوط، انا عمري ما حبسته على فكره. انا اربطه برجله ماشي، بسلسله ماشي، انما اسيبه في الاوضه اوريدي. ليه؟ علشان اخاف مثلا الاولاد يتسرقوا ولا كده، ابتدي اسيبه واندهله وارمي له الحمام. لازم هو يحس وما ياكلش الا حمام، ان هو طاير. كبده، ممكن كبده فراخ، كبده حمام، حته لحمه مفرومه. ما اصل ده ما ياكلش حاجه مستويه. طبعا ده لازم ياكل حاجه، ولازم جرحة. حاجه تشور جرحه يعني، عشان يمص دمها. انا ما هو اصلا ما بيأذيش. طب انت عندك كلاب؟ لا لا، يعني العلاقه اللي بينك وبين الصقر، زي مثلا لو واحد مربي كلب يبقى بينه وبينه؟ انا ربيت كلاب طبعا، ربيت ربيت كلاب، بلاك جاك وبلاك كوت. يعني هو عارفك كويس؟ هو صقر طبعا. لو مش عارفني ما يقعدش معايا كده. يعني بتهيألي صقر ده لو طيرته ممكن يجيني البيت. يعني زي الحمام، بس الحمام حاجه يعني حاجه ممكن ناكلها، سواء كبرت ولا صغرت ممكن. انما ده لا، ده يعني ده في نوع، نسيت اقول لحضرتك، في نوع من ده. يعني احنا بنقول ان العرب رياض الملوك والامراء، هم مش عرب، هم اذكياء قوي. بيشتري الصقر ب 25,000 ريال، فيهم صقر نوع صقور اللي هو الحر، ما يجيبش غير اللؤلؤ. اللؤلؤ؟ اللؤلؤ. يجيبوا منين اللؤلؤ؟ يجيبوا منين؟ في نوع من انواع الاسماك بتاكل لؤلؤ كويس؟ اصطاد. هو ينزل يشوف اللؤلؤ على بعد عمق، يروح نازل جايبه وياكله، ويجي لصاحبه يروح مديهوله. ده الصقور بياكلوا، بياكل حباري، احنا ما دقناهوش. الحباري ده عندهم الامير من دول لما يكون عازم واحد يقول له انا عازمك على الحباري، بيجيب غزلان. طارق لو احط ايدي على الصقر كده يعمل فيه ولا حاجه؟ ممكن حضرتك كمان من قدام. طب واصبعي؟ لان هو خايف ولا حاجه.